وده الفرق، الانتماءات بدأت تقل، بيشوف يعني مصلحته الشخصية الأول. هو في حاجة اسمها يا كابتن طارق يعني إن أنا لعيب سوي العقد؟ لا دي يعني جديدة دي يعني بصراحة. إيه العقد كان فين طيب؟ لا دي جديدة. هو أصلاً يعني لعيب مثلا جيب الليل لبس تايت يعني فدخل جوه يعني هو رئيس الزمالك، هو رئيس الزمالك بيكذب يعني؟ لا احنا ما قلناش بيكذب، أنا بتكلم بشكل عام. الكلمة نفسها لو بزعب لو كان لو كان ده حصل فدي فدي دي مسؤولية يعني أنا يعني لازم يتم فتح باب التحقيق، مين اللي كان قاعد على الخزنة عشان العقد يتسرق، ومين اللي مسؤول عن سرقة العقد، وازاي في كاميرات جوه النادي؟ لو في مسؤول يعني شوف بقى يعني ازاي يعني المسؤول ده المفروض يتحاسب. انا بص اتحدى 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 اي مسؤول جوه نادي الزمالك يطلع ورقه رغبه ولا نسخه من عقده ولا ورقه بتوقيع يقبض. هو ما انا بتحدى اي مسؤول جوه نادي الزمالك يطلع حاجه. يا عم ده امبارح الراجل في الفيديو قال يا استاذ عبد الله. طب اقول لحضرتك على حاجه، انس اسامه لعيب مصر فيها كاميرات. لا لعيب لعيب كل انديه مصر فيها كاميرات. انا ممكن من خلال اكد كلامي او اكد كلام مسؤول الزمالك، كل انديه مصر النادي الاهلي كله كاميرات النادي الزمالك، والزمالك فيه كاميرات بعدد عارف كمان. انا عارف يعني. انا اجيب القعده اللي اللعيب بيمضي فيها، واجيب اللقطه اللي اللعيب سرق فيها العقود وهو خارج من النادي. لا ما قالش سرق العقود في القعده ولا لا، بغض النظر يعني انا بتكلم بغض النظر في القعده الوقت اللي اللعيب سرق فيه العقود لا لا انا بتكلم بجد. بيقول لك اصل دلوقتي ان انا ابتدي كابتن مش عاجبني فاروح ايه مدي له واحده كده وخلاص. يا محمد ما حصلت انس اسامه لعيب السله جم وتصوروا في فيديو مع بعض وراح الاتحاد واللعيب فيديو جه وهو بيمضي كده، دي كانت وبعد كده قال لك اعلنوا تجديد وفي الاخر ما كانش امضيته، قال لك انا كنت بمضي على ورقه فاضيه. ده هو الراجل قال انه ميدو كان له علاقه بالموضوع.